إيه لحد ما بتكمل وبنشوف مينات قاعدة بتتعشى مع عائلة أليا وموجود معاهم نينو وكلوبي وبيكونوا قاعدين على نفس السفرة ومرة واحدة أليا تقوم جايب صوت عالي كده مينات هي الدعسوقة فبيقولوا لها ساعتها يعني إيه يعني احنا كده كده عارفين انها الدعسوقة اصلا وهي فاشله كمان حقيقي حقيقي والله انا اتفق على الموضوع ده ومره واحده بالصحاب بيخبط الباب وبيخش عمنا شادو موت يتعشى معاهم ومع صندوق الميراكليس وبيشكر اليا انها كشفت هويه الدعسوقة وساعدته ان هو يستحوذ على صندوق الميراكليس ولسه ما نام بتستوعب اللي بيحصل ده اللي هو فيه يا رجاله يعني لما صار فيه يا جدعان يعني بتلاقي ساعتها القط الابيض عم الناس وراه بيقول لها ان هم اخيرا هيعيشوا قصه حبهم وزي ما انت توقعت بالصحاب دي كانت كوابيس او احلام احلام يعني ومينات بتصحى من النوم مغضوضة وبتطمع على صندوق ميراكليس ومفيش أي حاجة بتكون حصلت ولكن بتكون مرعوبة وحاسة إنها غلطت إنها سابت ميراكليس تتعلم مع أليا لأن زي ما قلت لك في مخاطر كبيرة وما ينفعش حد يبقى معاه ميراكليس خاصة بيه فمينات ساعتها بتجري بالبيجامة حرفيا لبيت أليا وأول لما بتخش بالصحاب بتلاقي البيت كله بيدور كده على حاجة معينة كانت بتعدي من الحيطان وصغيرة ومهمة كده فمينات ساعتها بتشك إن أليا قالت لهم على ميراكليس وبتسألها ساعتها فأليا ساعتها بتقولها طبعا طبعا ما أنا كان لازم أقول لهم ما أنا ضيعتهم وكان لازم إن هم يدوروا معايا بطل السياح بقى وضواني معايا انت كمان ومره واحده مينات بتلاقي قدامها عنكبوت كبير كده فاهم ضخم كده في نفسه يعني فساعتها بتصرخ البيت كله بيقول خلاص بقى احنا لقيناه والحمد لله وتلاقي انهم اصلا كانوا بيدوروا على عنكبوت بتاع الانس اصلا مش بملك لسه ولا اي حاجه يعني مات بقى كده الصحاب بتزنق اليا في اوضه ما تفهمنيش غلط بتزنقها دي وبتطمن ان كل حاجه تمام والحمد لله وانها ما غلطتش لما اديتها الملك لسه وما طب كل الاكشن بقى ده كله انا مش عارف ايه لازمه امه ايه يعني المهم اليا بقى كده بتلاقي ان موبايل البيت قاعد عمال يرن بقى له ساعتين وما فيش حد بيرد فبتطلع بره الاوضه عشان ترد ومش بتلاقي اي حد في الشقه فبتروح ترد على الاتصال واللي بيقول لها مساء الخير معاكي شادو موث الخالي من لاكتوس وبتلاقي مينات بالصحاب اتحطت في فقاعه من زبابلر اساسا اللي هو الشرير اللي نينو تحول له قبل كده ده ولكن المره دي ده مش نينو اللي تحول له انما ده سنتي مانستر شادو موث اللي عامله يعني اسمه سنتي بابلر اللي بيحط اسره اليا كلها في فقاعه وبيطيرهم في السماء والمصيبه كمان ان مينات الدعسوقه معاهم ترى ليه شادو موث بيعمل الكلام ده كله زي ما انت عارف بالصحاب فشادو موث عارف ان اليا تبقى مساعدة الدعسوقة فبيطير أسرتها وصديقتها مينات في الجو بيهددها إن هو هيقتلهم كلهم هيطيرهم للفضاء لو ما خليش الدعسوقة لأن الدعسوقة هتيجي عشان تنقذ الوضع وتدي أليا ميراكليس التعلم فساعتها سنتي مانستر بابلو هيحبس الدعسوقة في فقاعة إنما بالنسبة للقط الأسود فلما يجي عشان يساعد الدعسوقة اللي تعمل وهم بإن الدعسوقة موجودة علشان سنتي مانستر بابلو ده يغفله ويحبسه وساعتها شادو موث هيسيب أهلها ومينات على قيد الحياة ما يعرفش أصلا إن مينات اللي هي الدعسوقة موجودة وقدامه متعلقة في الفقاعة وما يعرفش برضه ان اليا معاها انك لسه اساسا ومش مستنيه ده صوت الدول ها المهم اثناء ما ده بيحصل بالصحاب ادريان بيشوف الاخبار في التلفزيون وبيعرف ان في مشكله فبيتحول ساعتها للقط الاسود وبيروح يعرف ايه الحوار يا رجاله وبيحس انه لك شيء خاطئ ولكن اليا بتقول لشادو موث انها عايزه تفك ميه اساسا ما انا مؤاخذه محصوره معلم ويا دوبك بس فاهم تلتين ثانيه كده بس هتطلع تفك ميه وترجع على طول يعني واثناء ما هي ماشيه الحمام بتعمل نفسها وقعت وبتتحول بملك لسه الثعلب وبتعمل وهم لنفسها انها رايحه الحمام اثناء ما هي الحقيقيه استخبت اصلا في الاوضه واتصلت بالقط الاسود وقالت له ان هو ما يتدخلش باي حاجه عشان خطتها ما تبص ولا وهي انها تعمل اوهام لشادو موث ان خطته ماشيه زي الفل وتغفر في اخر لحظه المهم تقفل بعد كده الخط في وش القط الاسود وبتعمل وهم تالت للدعسوقه على اساس انها رايحه لشقه اليا وهم برضو تاني لاليا وهي خارجه من الحمام القط الاسود بقى بالصحاب يسمع الكلام ده هو يسكت لا يا معلم ازاي هو معنى ازاي معلم في الكلام ده كله اول لما بيشوف الدعسوقه رايحه شقه اليا بيغير من اليا لو انا مؤاخذه يعني الدعسوقه جالك يعني بيروح بعد كده عشان يساعد الدعسوقة السمبا ابن السمبا بس ما ينام بتتدحرج بالفقاعة لحد القط الاسود بتقول له ان هو يفضل مكانه افضل مكانك الله يلعن امك عشان اليا عاملة وهم لو اتدخلت الخطة كلها هتبوظ فالقط الاسود ساعتها بيحط جزمة ببقه وبيسكت اثناء بقى ما الدعسوقة المزيفة وصلت لشقة اليا واليا المزيفة استقبلتها وساعتها اليا بتغير الخطة وبتقول للسان الدعسوقة انها مش هتديها ميراكليس الثعلب عشان احتمال كبير انها هتخونها وانها هتدي ميراكليس اقوى بكتير لشخص اقوى بكتير طن طن طن. الدعسوقة بقى المزيفة بالصحاب بتمشي فشادو موث بيقول حلو قوي الكلام ده انا عايز الميراكليس بقى ده بيقرب بعد كده ان هو يغير الخطة بان هو يتبع الدعسوقة المزيفة وعلشان السنتي مانستر بابلر كان هيلمس الدعسوقة المزيفة ويكتشف انها وهم القط الاسود بيتدخل بيعطله والدعسوقة المزيفة بتفلق فشادو موث ساعتها بيضطر ان هو يروح بنفسه يطاردها ولكن قبل ما الصحاب ما يوصل لها اليا بتخفي الوهم فشادو موث بيفكر انها هربت اساسا وبيقول ما فيش مشكلة خالص وبيرجع ساعتها القط الاسود بيغفله وبيخلي ساعتها سنتي بابلر
الأبلر يحبسه في فقاعة، ولكن القط الأسود مش بيستسلم وبيستخدم تعويذة المخالب القططية وبيقوم جاي مفرقع الفقاعة، ولكن وهو نازل من السما بيلبس فقاعة تانية أساسا بتحبس تانية زي الهبل. تقريبا الراجل ده ما سؤال من عبد الناصر، أنا مش عارف يعني في إيه. المهم أبو الصحاب قال لي بقى بتفكر، طب ليه ما ينات بتحولش الدعسوق لحد دلوقتي أساسا بتيت ولا إيه؟ بس يعني تعال نفكر فيها كده، أكيد هي لو اتحولت في الفقاعة كل الناس هتعرف إنها الدعسوقة، فهي ساعتها بتعمل وهم إن في نسخة منات في فقاعة، وبنات الأصلية بتختفي فبتعرف إنها تتحول الدعسوقة وتخصيني بقى منها تعمل تعويذ الحظ. يعني أنا عميتي لأبوها كانت سباعة محبوسة الله يعينك. إما بالصحاب بيجي لها حلة تقريبا مش عارف هتسلق فيها هو موث ولا إيه، يعني المهم بتشوفها بالصحاب عمالة شد موث واقف كده تحت منها، معرفش هتضربه بالحلة ولا إيه أساسا. المهم بتاخد مركلس الحصان وبتعمل تليبورت ولا شد موث، تسأل منه ساعتها كوباية القهوة اللي كان واقف يشربها في أمان الله ملوش أي دعوة بأي حاجة، واللي بتبقى جهاز التحكم أصلا بسنتي مانستر بابلر، فبتأمر ساعتها سنتي بابلر إن هو ينزل فقاعات في أمان، ولكن شد موث بيقول على جثتي الكلام ده يا ريصة، وبيمحي ساعتها سنتي بابلر من الوجود، فالفقاعات بتفرقع والناس بتبدأ انها تقع، فالدعسوقة بتضطر انها تروح تنقذهم قبل ما يقعوا، وشادو موث ساعتها بيستغل الفرصة دي وبيخلع. انما بقى بالنسبة للحلة اللي شلتني دي، فهي حرفيا بتقفش بيها العنكبوت بتاع عيلة آليا وبتديهولهم بس كده والله العظيم. انا قربت اتقيسي اساسا. المهم الصحاب بعد كده بتروح لآليا وبتشكرها على الحاجات البطولية اللي هي عملتها، متشكرين جدا عليها ان انت حررتيها عشان تغسلي. انا مانا بتصحى من النوم على صوت دوشه، ولما بتبص من على السطح بتلاقي عمده باريس بيعلن عن مشروع جديد واللي اسمه مشروع الاكسجين، واللي بيبقى عباره عن ان هو هيقطع الاشجار ويعمل برج عملاق منقي للهواء، ولكن الطالبه ميلين والطالب ايفان يكونوا عاملين مظاهره هما بس اللي فيها، فالعمده بتاع باريس بيطلب من الشرطه ان هما يقبضوا على الثوار. ثوار ايه يا عم الحاج؟ هما اتنين اساسا تقريبا كانوا رايحين يعملوا توكيل لاحمد طبطب. لا لا يا 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 باولو يا باولو يا باولو باولو ما انتش يا باولو. يا ام ربنا يستر يا احمد طنطاوي يمسك الشوفه تحبسن. عبد الفتاح السيسي تحيا مصر. مينات بعد كده بتطنش الحوار وبتروح المدرسة عشان متأخرة، والمدرسة ساعتها بتسأل فين إيفان وميلين، فمينات ساعتها بتقول لها على اللي حصل وإن هما تم القبض عليهم، فالمدرسة بتقول إزاي يعني؟ بتتصل بعد كده بالشرطة بتقول إن هو يرجع الطلاب يا إما هنيئا لكم كلكم. بتروح بعد كده بنفسها مع بقية طلاب الفصل مكان عمل البرج، وبتعرف إن ميلين وإيفان معترضين عشان قطع الأشجار، وإن هما هيستبدلوا مصدر طبيعي للأكسجين بمصدر صناعي. فمينات بالصحاب وبقية الفصل بينضموا للمظاهرة، وبنعرف إن أدريانا بالصحاب طلع فعلاً برجع عشان قالوا له ان هو اعلان عطر جديد اصلا، هو كان اهبل مش عارف ايه اللي بيحصل. كمان بينضم بعد كده المظاهره هو كمان، والعمده بيحس نفسه تزيني قوي كده يعني، فبيتصل ساعتها بجابرييل عشان يدعمه، ولكن جابرييل بيقول له امك في العيشه ولا طلعت عامل حاجه، وبيقفل السكه في وشه. فالعمده ساعتها بيزعل طبعا، الولد ده زعل من اللي حصل له ده، والراي العام كله انقلب ضده، واحمد وشادو موث ساعتها بيبعته طبعا الحكومه، وبيتحوله ساعتها لشرير اللي هو الدكتاتور، مش عارف اللي هو الدكتاتور بس احنا نقول الدكتاتور اسهل يعني، وبيكون معاه أموك بتخليه يعمل سنتي مانستر وحش عملاق كده بيخش جواه، والوحش ده بقى فاهم بيبخ بقى فاهم دكتاتورات نسخ كده صغننه منه، بتخش جوا عقول الشعب وبتخليهم بيسمعوا كلامه في اي حاجه ويبدا التكسير في الشجر. المهم ابو الصحاب مينات وادريان بيروحوا يتحولوا لدعسوقه القط الاسود، وهي في ناس قليلين قوي بس اللي ما تمش السيطره عليهم. المهم بعد ضرب كتير ابو الصحاب الدعسوقه بتستخدم تعويذه الحظ حسب الله ونعم الوكيل فيها، وبيجي لها ساعتها سكيت ثلجي تقريبا بقت من الزمالك ما تفهمش ولا مش عارف السكيت ما علينا يعني، بتستخدم السكيت ده انها اخذت واحد من نسخ دكتاتور وبشفرات السكيت كسرت الجزء اللي فيه الحكومه وعالجت الحكومه، ولكن طبعا ما فيش اي حاجه حصلت برضو لان دي نسخه اصلا، يعني مستني في حاجه تبقى ما فيش اي حاجه حصلت، يعني الدكتور الاصل لسه موجود عشان لازم يهزموه يعني، وعشان يهزموه لازم يخرجوا الحكومه من كل النسخ ويعالجوها مع بعض. فالدعسوقه ساعتها بتقول للقط الاسود ان هو يروح يعطل الشرير، عبال ما هي بقى ايه راحت لمينين واديتها مركلس الفار، واللي قدرته انها بتقدر تعمل نسخ كتير من نفسها صغيره، فالدعسوقه ساعتها بتديها مهمه انها تعمل نسخ كتير من نفسها وتخرج الحكومه من نسخه دكتور وتخرجه برضه من دماغ الشعب. وفي الاثناء دي الدعسوقه بتروح لزوي بتديها مركلس النحله، وبتروح لينو تدينه مركلس السلحفه، وبتروح لكاجامي بتديها مركلس التنين، وبتروح لينو تدينه مركلس الحصان تاني، وبيروحوا بعد كده كلهم برابطه المعلم يفشخوا الدكتاتور ده بقى. لينو بالصحاب بينقل زوي فوق السنتي مانستر اللي بتعمل ساعات تعويذه النحله وبتخليه يتثبت مكانه، ولان في الاكومات بقى بالصحاب والاموكات كتيره قوي في الجو، كاجامي بالصحاب بتستخدم تعويذه الرياح وبتجمعهم كلهم عند الدعسوقه اللي تعالجهم كلهم مره واحده من درع نينو علشان ما يهربوش، ولما بتعالج كل الأكومات
الكومات والموكات مش عارف انا والافيهات والافخوت دي بقى ده نفس تمن مش عارف ايه الخرا ده. يا ماما والصحاب كل حاجه بترجع طبيعيه والحمد لله, وبتاخد ساعتها الملاكليس من كل واحد في الخبيثه كده فاهم مع نفسه كده يعني, والحمد لله لحد هنا بتكون كل حاجه زي الفل. واحب اقول لك يا الصحاب ان بس كده, ده كان ملخص النهارده, فما تنساش لسه في حلقات تانية جايه كتير. لو حبيت ان احنا نكمل فقول الكلام ده في كومنت تحت, وبالمره اعمل سبسكرايب لايك كومنت شير عشان يوصل لك كل جديد. وبس كده يا الصحاب, كان معاكم حدوته وتوته توته, خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير, تشوف تعمل فولو على انستغرام, وما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج وكاتب الفيديو ده. وما تنساش يا الصحاب تعمل سبسكرايب لبقيه القنوات اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. وبس كده اعمل حاجه, ولا لقاء اخر في قهوه حدوته, والسلام عليكم.